للأسف هذه السنة أكثر سنة انغشيت فيها في عالم الألعاب، كل ما تحمس اللعبة انصدم منها ومن مستواها، وهذه المرة مع لعبة إيفل ويست، وبخبركم الحين عن رأيي في اللعبة، وبسم الله، يلا نبدأ. السلام عليكم وياكم عبيد الغملاسي، واليوم عندنا مراجعة للعبة إيفل ويست. إيفل ويست هي لعبة ثيرد بيرسون شوتر من فلاينج وايلد هوك اللي قدموا لنا لعبة شادو وورير، وموجودة على البلاي ستيشن 4 والفايف والاكس بوكس 1 والاكس بوكس سيريس اس وسيريس اكس، واخيرا على الكمبيوتر. واللعبة تدعم اللعب التعاوني مع شخص واحد اونلاين، وللأسف اللعبة ما تدعم اللغة العربية. قصة اللعبة في عالم فيه الوحوش والفامبيرز منتشرين بكثرة، وانت ولد صاحب شركة لصيد الوحوش او البونتي هنترز، ويباك تكون وريثة لهذه الشركة، لكن البطل ما يحب العمل المكتبي ويحب دائما يكون في ساحة المعركة. القصة لك عليها ومرت علينا وايد في الافلام والالعاب والانمي، والنهاية للأسف متوقعة. اسلوب اللعب خليط بين مجموعة من الالعاب، واقرب لعبة هي دوم. القتال سريع ولازم تتحرك بسرعة عشان ما تموت، وتنفذ الحركات القاضية، لان الحركات القاضية اقول لك هيلث باك مثل ما قلت قبل مثل لعبة دوم. عالم اللعبة خطي، لكن في بعض الاماكن تكون واسع بعض الشيء للاستكشاف مثل لعبة God of War 2018. الكومبات سيستم يمكن هذا احلى شيء في اللعبة، وهو اللي صبرني عليها. الكومبات سيستم يعتمد على الحركة وردات الفعل السريعة، لان في بعض حركات الاعداء يحتاجون ضربة كونتر منك، وهالشيء يعقلك هيلث او يسوي لهم ستن عشان تبدأ وتعطيهم من الزين. واحلى شيء القفاز الكهربائي اللي يسحب الاعداء او يخليك تندفع لهم او تصد ضرباتهم وتسوي باري لهم. في تنوع في الاسلحة وتقدر تستخدمهم من الكومبوات، وعندك القدرة على تطويرهم تطوير شخصيتك بإضافة حركات جديدة وفتح مهارات في السكيل تري. الأعداء في اللعبة بيتكررون عليك وايد، وهم كم نوع: العادي واللي يضرب من بعيد واللي يطير، والتانك واللي يندفع عليك بدون تفكير، والمتفجر، وهاي الكل شوي بيطلعون لك، وحتى الميني بوسز بيتكررون. أما البوسز الكبار للأسف قليلين، لكن قدمون لك تحدي حلو. الليفل ديزاين من أسوأ ما يكون، يرقدون الصراحة، وفي مساحات فاضية وايد دون أي شيء، لا استكشاف ولا أعداء ولا شيء، بس تركض. الألوان في اللعبة حلوة الصراحة، لكن إذا في إضاءة رحت فيها نعميت. ومن الأشياء اللي عكرت مزاجي الدروبات. اللعبة تعطيك خيارين: الكواليتي والبرفورمانس. الكواليتي 4K 40 فريم، البرفورمانس فول اتش دي 1080 60 فريم، لكن المشكلة إنه مع البلاي ستيشن 5 بعد فيه دروبات في 1080. واللعبة فيها عدة جلتشات الصراحة يخربون اللعبة، ومن الجلتشات اللي واجهتها في لغز لازم تدس صناديق او احجار عشان تسوي طريق لك، لكن البطل ما يتحرك ولا يدزهم، وهالشي هلكني خلاني ادور في المكان على اساس ان اللغز ثاني. ويوم تعبت بنت اللعبة، يوم رديت اشغلها عادي الامور طيبة، قمت ادز الصناديق ما لقيت انه في شيء، عرفت انه كان في جلتش. والجلتش الثاني بعض الحركات والقدرات اللي فتحتهم اختفوا عني ما اعرف ليش، ورديت افتحهم مره ثانيه. هل الغلط من يوم اللعبه ما اعرف، لكن الحركات امتسحوا ورديت افتحهم. نبدأ الكلام، إيفل ويست قدم جيم بلاي يرقد الصراحه، وقصه ضعيف بنهايه متوقعه، واداء تقني ضعيف وعلى البلاي ستيشن 5، لكن بالمقابل كومبات سيستم جميل وممتع. تقييمي لها 6.5 من 10، حلوة لكن ما تستحق انك تشتريها الحين، ترياها ترخص او تستيب بلاش. وهذه كانت مراجعتي للعبة إيفل ويست، واذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدعمونا باللايك والاشتراك والشير. كان وياكم عبيد الغملاسي، ومع السلامة.